من أعظم المكفرات، تكفر الذنوب، تنظف الخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي رواية: وإن كانت أكثر من زبد البحر. تأمل سبحان الله بحمده، كلمات يسيرة ربما ما تأخذ منك 10 دقائق ترددها، فيمحو الله عز وجل عنك هذه الصغائر، الذنوب التي تقع فيها ما يسلم منها إنسان اليوم في البيت، أجهزة الإعلام، أصوات الموسيقى، في الشارع، في كل مكان تقع في هذه الصغائر. فالإنسان يحتاج إلى مطهرات، يحتاج الإنسان إلى منظفات تنظف هذه الذنوب، فلما تذكر الله عز وجل يكون لك هذا الأجر العظيم.